يعطيك العافية يا أبو حمدي. الله يعافيك. نعم، شو بدكم؟ خير؟ ضرايبه أخذتوا، شو لكم عندي كمان؟ ما بدنا منك شي، بس جايين نسلم عليك. والله هذا جايين مشان السلام، سلمتوا ومشي الحال. الله معكم، أنا ماني فاضي للأخذ والعطاء، عندي شغل. ما شاء الله، باينتوا موسم الفواكه عندك شي كويس كتير السنة يا أبو حمدي. نشكر الله ونحمده. وسمعت كمان إنه طعمة الفواكه غير شكل عندك السنة. نشكر الله ونحمده. وسمعت إنه كمان هلأ شو بدك تعمل لي إياها كويني يعني؟ سمعت وما سمعت؟ أنا مالي فاضي، الله يرضى عليك اسمع شيء، عندي شغل الله يرضى عليكن. لا لا يا أبو حمدي لا، هيك بتستقبل ضيوفك؟ نعرفك غير هيك، نعرفك إنسان طيب وشك حامي للضيف، فليش عم تقلعنا؟ هلأ ممكن أعرف بالمختصر مفيد، شو بدكين؟ اشتقنا لك وجاي نشرب كاس شاي عندك. يعني ولو اني ما بحب شوفتكن ولا القعده معكن، بس اهلا وسهلا، اتفضلوا لشربكم كاس الشاي، تفضلوا. تفضل ابو تيسير. يسلموا هالديات يا حمدي. تفضل ابو حسين. شكرا يا حمدي. تفضل يا ابي. لا بيي ما بدي اشرب، اشربها انت. شايات معتبرات. صحتين وهنا. ما شاء الله هالبستان حامل من عيونه. نشكر ونحمده على خيراته. ويا ترى شلون طعمة هالتفاحات؟ طيبين وزراف مثل شكله؟ قوم يا حمدي انت وابو حسين حوشوا لنا سحارتين تفاح لحتى ندوقه. تامر ابو تيسير. وقف عندك! اصحك تمد ايدك على تفاحة واحدة، وإلا قسما عزما بضربك بها المجرى في ضرب بشعل الله ما خلقك. لك شبك لك أبو حمدي، شو نسيت فين نحنا؟ لا والله ما نسيت، أنت رئيس المخفر وهذا معاونك أبو حسين، ومفروضين على الضيعة فرض. يعني هلق إذا قلعوكن من الخدمة بشو اسمه تلاقوا واحد يقولكن مرحبا أو يعزمكن على كاس شاي. الله عليك يا أبو حمدي، شو حكاتك زواف. يلا أبو حسين، يلا حمدي، روحوا عبولنا شي سحارة تفاح حتى ندوقن. شو بكون واقفين؟ يلي بمد ايده على تفاحة واحدة بدي اكسر له اياها وحمله اياها. لا يا ابو حمدي، هيك رح تخليني ازعل منك. ها وانت بتعرف قديش زعلي صعب. بتزعل بترضى ما بيهمني، جدي الكبير دفع حياته ليحمي هالبستان وما يخلي حدا يمد ايده عليه. شاف مرة واحد من الجندرمة عم يسرق تفاحة واحدة، بتعرف شو عمل فيه؟ شو عمل؟ دحش له التفاحة بتمه دحش وخنقه فيها. سمعان بهالقصة، ويوم تعدموه لجدك الكبير من شان هالجريمة، وراح بكيس حاله من شان شقف التفاحة. وأنا حياتي بعد ما هي أغلى من حياة جدي، عم تفهم هالحكي يا أبو تيسير؟ طول بالك يا أبو حمدي، الشغلة ما وصلت لهون. بعدين سحارة التفاح ما رح ناخده قلنا، كل ما هنالك إنه القائم مقام سمع عندك بستان تفاح ظريف، فوكلنا بمهمة إنه نجيب له سحارة من عندك لحتى يدوقها. وأنا برأيي ما إلك مصلحة تزعل القائم مقام. شوف يا أبو تيسير، لا تهدد، أنا ما بخاف إلا من يلي خلقني، وما حدا بيزعل من الحق، والقائم مقام ملوش حق عندي أبداً. الضرائب عم أدفع لكم إياها أول بأول، وغير هيك ما لكم عندي شيء. أروق أبو حمدي، خلص ما بيصير إلا اللي بدك إياه، وما رح ناخد حبة تراب إلا بعد إذنك وخاطرك. فإذا بتتكرم علينا بسحارة التفاح بيكون يكتر خيرك، وإذا ما بتتكرم علينا كمان يكتر خيرك. ها هلق صار الحكي غير شكل. يا حمدي الله يرضى عليك، روح عبي ثلاث سحاحير تفاح، واحدة للقائم مقام، وواحدة لأبو حسين، وواحدة لأبو تيسير. روح. حاضر يا أبي. لك يا هيك الكرم يا بلا، ولك على عيني شواربك. ماشي الحال، بس تعبوا سحاحير خذوهم وتيسروا، أنا بدي أرجع أسقي المزروعات. لك الله يعطيك العافية. حطهم هون يا ابني، حطهم هون. ايوه يلا روح شوف شغلك. يخرب بيته معي بس راسه، العمى بقلبه العمى، انا بحياته ما حدا قال لي هيك كلام. انا نبهتكم على الشغله سيدي، بس انتم ما رديتوا علي. هذا ابو حمدي ما ممكن تاخذ منه التفاحه من بستانه غصب عنه، يمكن تشلحوا البستان كله بالكلمه الحلوه والمسايره. لك على قد ما هو جلف ومبين عليه بخيل، على قد ما هو قلبه طيب وكريم. يتكرم ويتباخل على كيفه مع غيرنا مو معنا،
ولك بتعرف اذا سمعوا الفلاحين بقصتنا مع ابو حمدي شو بصير فينا؟ ليش شو رح يصير سيدي؟ ببطل حدا يحترمنا وما عاد حدا يحسب لنا حساب، وبهالصورة بيعرف القائم مقام، بيقوم ببدلنا وبيجيب غيرنا. انا ما حسبتها هيك يا ابو تيسير. ما بده يكون عندك مخ تحسب فيه؟ لسه حامل لي هالبطيخة على كتافك على الفاضي. وهلا شو ناوي تساوي يا ابو تيسير؟ لازم اكسر شوكة ابو حمدي باي ثمن. بس ابو حمدي شوكته قاسية. لا يا ابو حسين، كل زيتونه ولا معصره تعصرها، لا تخاف. دخيلكم يا ابو تيسير، جاجاتي. شو بجاجاتك ولا؟ يا سيدي ابن الصغير نسي باب الان مفتوح، ابو الجاجات طلعوا وسرحوا، وفي ناس شافوهن انه فايتين لحوش المخفر. بقى بترجاك يا سيدي رجع لي اياهم، لانه ما عندي غيره، صار لي سنه عم ربيهم مشان اعيش من بيضهم. بس انا ما شفت دجاج بحوش المخفر لما فتت. انت شفت دجاج يا ابو حسين؟ ابدا سيدي ابدا. يا سيدي بس في اكثر من واحد اكدوا لي انه الدجاجات فاتوا لحوش المخفر. اذا كل هالقد متاكد انه دجاجاتك بحوش المخفر، اطلع دور عليهم، الحوش كله قدامك. دورت سيدي، دورت اكثر من ساعه ما لقيت شيء. معناته يلي حكى لك كان عم يكذب عليه. طيب يا سيدي دجاجاتي وينه؟ شو بيعرفني انا ولا؟ شلون شو بيعرفك يا سيدي؟ مو انت مسؤول عن امن الضيعه؟ هيك اختلف الموضوع. اذا كنت جاي لهون لتقدم شكوى انه دجاجاتك ضاعوا وبدك منا ندور لك عليهم، مندور لك عليهم، وبس نلاقيهم منسلمك ياهم من عيننا هي قبل هي. ما هيك يا ابو حسين؟ مزبوط سيدي مزبوط. سيدي خذوا دجاجتين هديه مني الكم ورجعوني الثمن الباقي سيدي. ليش انت كم دجاجه ضيعت؟ 10 سيدي 10. اه 10. شفت شي 10 دجاجات فاتوا على المخفر عم يستنجدوا فينا يا ابو حسين؟ ابدا ابدا ما شفت سيدي ابدا. ها شفت؟ ابو حسين ما بيكذب، لو شاف كان قال شفت. ابو حسين تربايتي، انا مربيه على الاخلاق والصدق والامانه والاستقامه. طيب يا سيدي خذوا 3 ولا الكم خذوا 4، انت 2 وهو 2، ورجعوني 6 الباقيين سيدي. يا ربي ولك شو عم تحكي انت؟ ولك ابو حسين؟ نعم سيدي، خذوا دمكم بالحبس بتهمة الرشوة. اما سيدي امشي معنا. دخيلك دخيلك يا سيدي، بترجاك تتحطني بالحبس. اخي انا ما ضعني شيء ولا بدي شيء منكم، بس تركوني روح على البيت. الله يخليك يا سيدي. لك شو مفتكر انت دخول الحمام مثل الخروج منه لحتى نتركك هيك بسهولة تروح على بيتك؟ تروح روحك الهي. يا سيدي انا تحت امركم، شو تطلبون مني على راسي من فوق؟ بس تركوني روح على البيت، لانه مرتي مصبحة ممسية بدها تولى. يعني معقولة يجي الولد وابوه بالحبس؟ فهمت عليك سيدي، خذ هالكم جدية بصف معي غيرهم. لك شو رجعنا على الرشوة مرة تانية؟ لك شو انت ما بتستحي؟ سيدي هدول مو رشوة، هدول حلوان المولود الجديد. ها اذا هيك ماشي الحال، اختلف الموضوع 360 درجة. على كافة الاحوال مبروك، وان شاء الله بيربى بعزك ودلالك. الله يعزك يا سيدي، السلام عليكم. تعال هون يا نصاب يا قليل الذمة. قلت لي دجاجتين ما هيك؟ سيدي نحن ما حكيت لكم بقية القصة، أنا حكيت لكم عن الدجاجتين بس هي نفذت فيهم حكم القاضي. تعال هون أبو حسين تعال. نعم سيدي. وين بقية الدجاجات ولا؟ عايشين سيدي عايشين. اليوم بتبعث لي إياهم على البيت ها؟ حاضر سيدي حاضر. بس بتعرف لك ابو حسين؟ نعم سيدي. انا مبسوط منك كثير. ان شاء الله على طول بتضل مبسوط مني يا سيدي. لانه هيك اثبتت لي انه انت تلميذي عن حق وحقيقي. نعم. وانه تربايتي فيك ما ضاعت سدى. بس وينك ولا؟ نعم سيدي. اوعك اوعك مره ثانيه تعملها، لانه بنفذ فيك حكم القاضي. التوبه التوبه يا سيدي. ها رئيس المخفى
سفر ابو تيسير جاي لكم سحاره التفاح يا مولاي. سحاره التفاح؟ ليش انا معينه رئيس مخفر مشان يجيب لي سحاره التفاح؟ وين هو الا؟ واقف برا عم يستنى الاذن بالدخول. خليه يفوت. حاضر. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. شو هاد يا ابو تيسير؟ انا معينك رئيس مخفر على ضيعه كبيره مشان تجيب لي سحاره تفاح؟ مولانا سحاره التفاح هي ما لها علاقه بحصتكم من الاتاوات، هي على البيعه مولانا. وين المصاري؟ موجودين مولانا. تفضل. ما كان يتقل هالكيس شوي؟ ان شاء الله الكيس الجاي بيكون اتقل وافضل. مولانا دوها التفاحة. مو جاي على بالي التفاح هلا. نهشة وحدة بس. طعمتها طيبة كثير وأنا متأكد إنه بدها تعجبكم. فعلاً طيبة التفاحة. منين هي؟ يا بيه يا بيه. شو بك؟ شو بدك؟ ليش عم تلهب؟ القائم مقام. شو بقول القائم مقام؟ عنا. وين عنا يعني؟ اجى لعنا هو وحاجبه ورئيس المخفر ومعاونه. وشو بده القائم مقام حتى يجي لبستاننا؟ ما بعرف، ليش انا بسترجي اساله شو بدك؟ وليش لحتى ما تسترجي؟ شو هو يعني بعبع حتى تخاف منه؟ حتى ولو كان بعبع، ما لازم تخاف منه يا حمدي، خليك رجال. يا بي تعال انت قابله واساله شو بده، وخليني انا على جنب. طيب بسيطة، مشي معي تشوف. شرف يا بي شرف. فعلاً يا أبو تيسير، أنا بحياتي ما شفت هيك شجر تفاح. شفت؟ ما قلت لكم مولانا؟ يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً يا سيدي، أهلاً سعادة القائم مقام. مولانا هذا أبو حمدي صاحب البستان. أنت يا أبو حمدي فلاح نشيط، وكونك فلاح نشيط عم يطلع عندك هيك تفاح ظريف. يا سيدي نحمده ونشكره على عطاياه. أنت من زمان بيطلع عندك هيك تفاح؟ كل شيء بإرادته يا مولانا، لما بيكون رضيان علينا بيعطينا. لك حمدي أبو حسين. نعم سيدي. لك شو بكون واقفين؟ لك يلا على البستان عبوا كام سحارة لسيادة القائم مقام. لا 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 لا، ما حدا بيقطف شيء، أنا مالي جاي أخذ تفاح. بالعكس كتر خير أبو حمدي، امبارح بعت لي سحارة تفاح ولسه ما خلصت. أنا حبيت أجي لهون وأتفرج على البستان وبارك لصاحبه فيه. شكرا يا مولانا شكرا، هي لفت كثير كريمة من جنابك. بكره بس قطف الموسم ان شاء الله رح ابعث لك شيء يرضيك. انا ما بدي منك شيء، هذا رزقك وانت تعبان فيه ولازم مردوده يرجع كله لك. بس يعني اذا بتشربنا كاسه شاي ما منخجلك. ايه على عيني رح نشربك شاي، بس مو هلق، بعد الغداء مولانا. حمدي. نعم يا بي. الله يرضى عليك، فوت لعند امك خليها تبلش بالغداء. حاضر يا بي. اتفضلوا اقعدوا يا سيدي، تفضلوا تفضلوا. شو بكم واقفين؟ اتفضلوا، يعني اذا سعادة القائم مقام بالذات نفسه قاعد على بسيطة بشو. اتفضلوا يا سيدي اتفضلوا. عود يا ابو تيسير عود، مو وقت الرسميات هلا، بامكانك تعود. حاضر مولانا. ايه يا ابو حمدي احكي لي، في حدا عم يزعجك بهالضيعة؟ ما حدا بيسترجي يزعجني يا سيدي. ليش؟ لاني انا ما بزعج حدا، يعني الناس بحالها، كل واحد بحاله، ما حدا له عندي شيء يا سيدي. يعني في حدا عم يتسلل على البستان ويسرق منه شيء؟ ما حدا عم يسترجع يحط رجله بالبستان من غير ما ياخذ اذن على الاطلاق. مولانا مثل ما حكيت لكم هذا جده بزمانه. مفهوم مفهوم ابو تيسير. امر مولانا. ما بدي وصيك الله يرضى عليك، هذا البستان بده تكون حراسه مشدده عليه، الطير الطاير ما بدي يقرب ناحه، وكل شيء بيعتازه ابو حمدي بتلبوا له اياه فورا. مفهوم؟ مفهوم سيدنا. فعلا يا ابو تيسير البستان بديع وسيماره أبدع. شفته سيدي؟ شفت؟ ما قلت لك رح تنبسط بشوفته؟ بس يا سيدي ليش ما خليتني حوش لك شي كم سحارة؟ حاكم هدول تفاحات زراف كتير ما بيلتقى منهم وين من كان. فعلا انت حمار اللي بتشوفه سيدي.
أنا حمار حمار، بس يعني يا ريت يا سيدي تقلي ليش أنا حمار، بشو غلطت؟ رح أقول لك ليش أنت حمار. تفضل سيدي. خير ابو حمدي، ليش نمت برا مع انه كان في قرصة برد مبارحه؟ ليش انا نمت؟ ما جاني نوم، قلت لحالي اطلع اقعد هون، قمت ظليت برا. فيها شيء هاي كمان؟ لا ما فيها شيء، بس يعني مالك بالعاده؟ عاده اول ما بتحط راسك على المخده بيوصل شخيرك لاخر الضيعه، ما بتفيق الا لاذان الصبح. هلق انا اللي بشخر ولا انت؟ ها؟ صحيح انه الجمل ما بيشوف عردبته. فوتي فوتي، كملي شخيرك، فوتي هلق. ابو حمدي شبك؟ شو اللي زعجك؟ احكي لي، فضفض عن حالك بركي بترتاح. ليكون حمدي زعلك؟ حمدي؟ حمدي الله يرضى علي، بحياته ما زعلني. إيه لكن شبك؟ اخ يا ام حمدي اخ، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك، زياره القائم مقام امبارح لبستاننا ما عجبتني مناوب، قلبي ناقزني منها يا ام حمدي. هلا زيارة القائم مقام هي اللي قلقتك وما عم بتخليك تنام وتكمل شخيرك؟ لك لو كان عندك عقل يفهم كنت شرحت لك ليش خايف من هالزيارة، بس شو الخواص ما رح تفهميني قد ما احكي لك. طيب احكي لي شوي شوي بركدم بفهم، بعدين انا مالي شايفة بزيارة القائم مقام شي بخوف، بالعكس الزيارة بتطمن كتير. ليش؟ لأنه ما سمعت بإذنك كيف وصال رئيس المخفر يديروا بالهم علينا ووصاه ما يخلي حدا يقرب على بستاننا؟ لك قلت لك ما رح تفهمي، قلت لي بفهم. المهم قومي قومي، عملي لي جوزة متي لقلي، قومي. حاضر، من عيوني أبو حمدي. يا أبو تيسير، القائم مقام الدم مني وصاك بستان أبو حمدي، فشلون بتقلي؟ أنت نفذ اللي قلت لك عليه وأنا المسؤول. يا أبو تيسير، إذا ما كنت خايف من أبو حمدي خاف من القائم مقام، هذا اللعب معه مو شغلة سهلة أبدا. ولك يا أهبل، أنا ماني عم بلعب، لك أنا بعرف شو عم ساوي. بس أبو تيسير. لك خلاص، نفذ اللي قلت لك عليه وبلعلك. ولا أمرك سيدي. العبا بقلبك العبا، هزها يا محبوبي هزها، تفاح الشام حلو له لذة، هزها يا محبوبي. يا بي هزها. يا بي شبك عم تلهف؟ ها شوفي، أنا كم مرة قلت لك لما بدك تجي لعندي لا تجي وانت عم تركض، على شو مستعجل يعني؟ المي. أنا مي؟ المي اللي عم نسقي منها الزرعات. اي شو بها يعني؟ قطعوها. شو عم تقول؟ انت متأكد؟ هاي جيت من هناك يا بي. ومين يلي قطعها؟ مين بيسترجي يمد ايده ويقطعها؟ أه؟ مين؟ احكي بسرعة، فورت لي دمي يا حمدي. عناصر المخفر يا بي. انت شفتهم بعينك؟ ايه يا بي، ولما سألته ليش عم تقطعوا المي قالوا لي هيك الأوامر. أوامر مين؟ سألته ما جاوبوني، تركوني ومشوا. كان معهم أبو حسين؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من أبو تيسير. طيب كان معهم أبو تيسير؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من القائمة قام. والله شي بحير، من مين الأوامر اللي كان؟ يا بي ما في غير إنك تروح على المخفر وتسأل. ماشي الحال، دير بالك على البستان، أنا رايح على المخفر. حاضر يا بي. شو حمدي وين راح أبوك؟ كله تمام سيدي. حدا شافهم وهن عم يقطعوا المي عن البستان؟ حمدي شافوا سيدي. كتير منيح، لأنه هذا اللي بدي إياه أنا. سيدي ممكن تفهموني شو اللي عم تعملوا؟ هذا مو شغلك. مثل ما بدكم، مو شغلي مو شغلي.
هلا بعد شوي اكيد رح يجي ابو حمدي. بافتح ادنيك ومخك شوي واسمع مني شو بدك تساوي. حاضر سيدي، اوامركم سيدي. وهي هي كل القصه. وابي راعي المغفر مشان يسال ليش قطعوا المي عن البستان. يبعث لي حمه على هالمصيبه. فعلا قلب الحر دليله لك ابني. تعرف انه ابوك ما قدر نام ليله امبارحه وهو قلقان، كانه عرفان انه رح تصير مصيبه بهالبستان. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمه. يا رب يا رب. شو هذا يا ابو تيسير؟ شو هذا اللي عملته جندرمه تبعيتك؟ اهلين ابو حمدي. لك شبك قول السلام عليكم. لك يا خي جاوبني بالاول، شو هذا اللي عملوه رجالك وبعدين بسلم عليك؟ لك شو عاملين رجالي؟ اي قال يعني ما عنده خبر. ومنين بدي ادرى اذا ما حدا خبرني؟ ان شاء الله تكون ما بتعرف مشان تاخذ لي حقي. يا سيدي اليوم اجوا ثلاثه من الجندرمه تبع المخفر وقطعوا المي عن بستاني. بقى بصير هالشغل هذا يا ابو تيسير؟ هلا هذا هو الشيء اللي زعجك ومخليك تترك بستانك وتجي لعنا؟ على فكره شو اخبار بستانك وتفاحاته؟ معناتها الك خبر بقطع المي انت؟ الي خبر وانا اللي بعدتهم يقطعوها. انت؟ وعم تعترف كمان؟ هلق يا ابو تيسير بتأمر رجالك يروحوا يرجعوا المي، شو مفكرين يعني؟ الدنيا فلتانة؟ طول بالك يا ابو حمدي، طول بالك، عرف السبب بالاول وبعدين عيط على كيفك. يا خيي ما بدي اسمع شيء، جيب لي المي للبستان، بعدين انا مستعد اسمعك للصبح. ما بدك تسمع، انت حر. يا ابو حمدي يا ابو حمدي، اسمع شو بدي اقول لك رئيس المغفر والا ما راح توصلوا لحل. طيب، هات لشوف، سمعني حتى اسمعك. لك يا ابو حمدي، انت بتعرف انه السنة ما نزل مطر كثير، والساقية اللي عم تسقي منها بساتينك وبساتين اللي حواليك خفت ميتها وما عاد عم توصل المي لأراضي القائم مقام، فلذلك عطانا أمر لحتى نقطع المي لبين ما يروي بستانه وأراضي وبعدين نرجع نفتح لكم إياها. يعني القائم مقام هو أمرك بهالشي؟ طبعا القائم مقام عطاني أمر بهالشي، ليش أنا بقدر أتصرف وأعطي أوامر من عندي؟ بس هذا مو عدل، هذا ظلم. لا لا يا ابو حمدي، انا هالكلمه ما حبيتها منك بنوب، وكرمال عينك رح اعتبر حالي ما سمعت شيء وانت ما حكيت شيء. سمعت شيء يا ابو حسين؟ ابدا سيدي. على كل يا ابو حمدي، نحن ما رح نقطع المي عنكم على طول، كل الشهر زمان وبترتوي اراضي القائم مقام وبنرجع بنفتح لكم اياها. شهر زمان؟ أبي يكون الزرع كله مات. لك لا يا أبو حمدي، ليش عم تفاول على زرعك؟ أبو تيسير، بدك تفتح المي على بستاني هلق وإلا بروح لعند القائم مقام وبحكي له. لا ما عم تهددني؟ افهمها مثل ما بدك يا خيي. ماشي، عقلك براسك وبتعرف خلاصك، روح اشتكي للقائم مقام لشوف شو بده يفيدك. روح روح أبو حمدي. اي استنى، بدي احكي معك كلمتين. شو بدك انت الثاني؟ لك ما بدي غير مصلحتك. رئيس المغفر قطع المي عن بستانك من عنده والقائم مقام ما امره بشي. انا متاكد من هالشي، ولذلك انا رايح لعند القائم مقام مشان ياخذ لي حقي منه. يا ابو حمدي، شو بدك بهالروحه تعذب حالك طول على الفاضي؟ القائم مقام ماله بمكتبه، راح على اسطنبول منشان يحضر عرس اخته، وبيجوز يطول هنيك 10 ايام يعني. فاذا بدك تنتظره لحتى يرجع ويرجع لك المي لبستانك راح ينضر زرعك وبيجوز يموت. ليش ما تتفاهم مع رئيس المغفر وترضي؟ بعدين بتروح على بستانك بتلاقي المي رجعت لك. ارضي؟ بشو بدي ارضي وليش؟ يعني ما حلك تعرف طبع رئيس المغفر، بطنه كبير وعينه ضيقه وحسود وما بحب الخير لحدا. شايف موسم التفاح عندك السنة كويس وراح يدر لك أرباح منيحة، فحب يلحس إصبعته من الأرباح. بقى زدت له قرشين وسكته فيهم مؤقتا يعني، وبعدين بس يرجع قائم المقام من اسطنبول أبقى أروح لعنده واشتكيه مثل ما بدك. أبو حمدي، هاي الشغلة ما بدها تفكير، زرعك هلأ أهم من كل شيء. وقديش بده ليرضى؟ ما بعرف، فوت لعنده واتفق انت وياه. فوت لك فوت. طيب لك فوت، خلصني.
العين عنك يا ابو حمدي، هلا لحقت تروح على اسطنبول ترجع بهالسرعه؟ ابو تيسير قل لي بصراحه قديش بدك؟ برافو عليك يا ابو حمدي، هلا بلشت تفهم وتعرف وين مصلحتك. لك يا خيي قل لي بصراحه بدون هالمقدمات، قديش بتريد؟ مستعجل بدي اروح على البستان. انت كريم ونحن بنستاهل يا ابو حمدي. طيب تفضل. شو هاي؟ ليره ذهبيه شقفه وحده. هالمرة ما حسبت صح يا ابو حمدي، زرعك بيساوي اكثر من هيك بكتير. لكن قديش بدك يا ابو تيسير؟ 10 ليرات عصملية، ليرة تنطح ليرة. 10 ليرات عصملية؟ ما حسبتش منوب، انا مستعد الحق القائم مقام لاسطنبول ومش مستعد اعطيك 10 عصمليات. بدك تلحقه الحقه، انت حر. طيب ماشي الحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير أبو حمدي؟ أبو حمدي لك فهمني شو القصة. الفلاح أبو حمدي صاحب بستان التفاح يلي جنابك زرته واقف برا عم يطلب الإذن بمقابلة جنابكم يا مولاي. الظاهر قطف له سحارة التفاح وجايب لنا إياها بنفسه، خليه يدخل. أمرك مولاي. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا أهلا بالفلاح النشيط، شو أخبارك؟ والله يا سيدي أخباري لا بتسر لا عدو ولا صديق. لا 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 لا، خير يا أبو حمدي خير؟ البستان صار له شيء؟ رئيس المخفر يا سيدي قطعوا المي وطلب مني 10 عصمليات لحتى يرجعها. قطع عنه المي؟ وشلون هيك بيتصرف بعد ما نبهته وقلت له انه يدير باله عليك وعلى بستانك؟ هو عم يقول انه جنابكم امرتوه بهالشيء. انا امرته بقطع المي عن بستانك؟ هو هيك قال لك؟ يخرب بيته، يخرب بيته شو كذاب ومفتري. بقى يا مولانا انا جاي لعندك وكل لي امل انكم راح تحاسبوه وتامروه يرجع يفتح المي من جديد. طبعا 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 لازم نحاسبه، نحن لا نرضى ابدا بمثل هذه الاعمال الشنيعه ولا نسكت عنها. اعانك الله على فعل الخير يا مولانا. ايه يعني بس لحتى نحاسبه لازم نتاكد انه فعلا قطع المي عن بستانك، ونتاكد كمان انه طلب منك 10 عصمليات لحتى يرجعها. التاكد من هالشيء سهل كثير يا سعاده القائم مقام، ابعثوا حاجبكن لبستاني او اي حدا من رجالكن يشوفوا المي. هو شغله قطع المي مو مشكله، ممكن نتاكد منها بسهوله، بس شلون بدنا نتاكد انه طلب منك 10 عصمليات؟ عندك شهود؟ كان حدا واقف معكم وسمعه هو عم يطلب العصمليات؟ لا ما كان في حد. لا هيك ما صار في مشكله، لانه اذا بعثته انا وجبته لعندي وسالته اكيد رح ينكر، وساعتها ما رح نقدر نوصل للحقيقه. الحقيقه يا سيدي هي مثل ما عم احكي لك، انا مستحيل اكذب يا سيدي ومالي مصلحه افتري على رئيس المخفر. شوف هو انا عندي طريقه قادر اكشفه وامسكه بالجرم المشهود اذا كان مذنب، بس اذا كان لنفرض طلع بريء ممكن ساعتها يتهمك بالافتراء. صدقوني يا مولانا انه طلب مني مصاري، اقسم بالله يا سيدي. انا مصدق مصدق يا ابو حمدي مصدق، بس لنفرض جدلا لنفرض يعني اذا طلع بريء انت مستعد تدفع له شرفيه؟ مستعد اعطيه اللي بده اياه اذا طلع بريء. بس قولوا لي جنابكن الاول، شو هي الخطة يلي رح تكشفوا فيها يا سيدنا؟ شوف يا أبو حمدي، نحن رح نعطيك من عنا هال10 عصمليات، ورح نبعث معك 2 من رجالنا حتى يكونوا شهود معك من غير ما يدرى فيهم رئيس المخفر. بتروحوا لعنده وبتفوت أنت بتعطيه المصاري، وهن بيوقفوا على الشباك وبيتفرجوا وبيشوفوا شو رح يصير، منشان بعدين يشهدوا بالحق وباللي شافوا. أنا موافق ومستعد اعطيه الشرفيه يلي بده اياها اذا طلع بريء. يا حاجب مين ابو حمدي حبيب القلب؟ لك 100 اهلين وسهلين فيه، لك انت احلى فلاح بهالضيعه. خير
في حدا معتدي على بستانك لحتى جاي لعندي؟ شوف أبو حمدين، إذا حدا بيسترجي يعتدي عليك أو على بستانك بدي أحسب الله ما خلقه. أنت حبيبي، أنت غالي علي، بعدين مولانا القائم مقام موصي فيك شخصيا. أبو تيسير، حاجتك لف دوران، تفضل مسيك من إيدي، مسيك. شو هدول؟ العشر أصماليات يلي طلبتهم مني مشان ترجع تفتح المي على بستاني، لأنه بصراحة أنا رحت على البيت يعني راجعت نفسي ولقيت إنه إذا بدفع لك العشر أصماليات بكون أنا الكسبان. تفضل، هاي الذهبات قدامك، بقى يا ريت تبعت حدا يفتح المي. أبو حمدي شو عم تحكي أنت؟ شو عشر أصماليات ومي؟ أنت شايف منامشي؟ شوف أبو تيسير، إذا كنت عم تراوغ مشان ترجع ترفع السعر، ترى أنا ما عاد أقدر أرفع ولا ليرة زيادة، وإذا ما بتقبل بهذول ساعتها والله أنا مضطر روح لعند مولانا القائم مقام وأحكي له كل شيء، وإذا القائم مقام ما أنصفني رح أروح وقابل الوالي. لك شو أرفع سعر ونزله؟ أبو حمدي شو عم تحكي أنت؟ فهمني. لك مش قلت امبارح طلبت مني عشر أصماليات مشان ترجع تفتح المي على بستاني؟ أنا؟ معقولة أنا أعمل هيك فعل شنيع؟ يخرب بيتك يا أبو حمدي، ولك أنا ممكن أعمل هيك شغلة مع أي واحد بهالضيعة، بس معك ما بسترجي. لك شو نسيت يا أبو حمدي إنه مولانا القائم مقام شخصياً وموصي فيه؟ بعدين تعال قل لك، مين قال لك إنه المي مقطوعة عن بستانك؟ هلق لا تخوفني يا أبو تيسير، أنا شفتها بعيني مقطوعة وإجيت لعندك مشان ترجع تفتح المي، طلبت مني عشر أصماليات لحتى ترجعها. لك اسمعوا على هالسمعة اسمعوا، لك أكيد أنت بلشت تخرف يا أبو حمدي، روح على بستانك وشوف كيف المي عم تخدق خدق فيه. لك يا أبو حمدي، معقولة أنا أجي لعيني وأقلعها؟ أنت حبيبي، بعدين القائم مقام قلت لك موصي فيه؟ خذ مصرياتك خذ. سيدي هذا كل شيء سمعته بين ابو حمدي ورئيس المغفر. ورحتوا على البستان وتاكدتوا انه المي ما له مقطوعه؟ نعم مولانا، رحنا وتاكدنا. تصرف انت وياه، يعطيك العافيه. شو يا ابو حمدي؟ هاي رئيس المغفر طلع بريء. اقسم لكم بشرفي يا مولانا انه كل شيء قلت لكم اياه كان صحيح، واني ما كنت عم بكذب يا سيدي. هو اعترف لي بعظمه لسانه انه قطع المي، وهو بعظمة إنسان بعد طلب مني مصاري يا سيدي. شوف يا أبو حمدي، أنا هلأ ممكن حطك بالحبس بتهمة الافتراء على رجل من رجال القائم مقام، يعني الافتراء علي شخصيا، بس لأني بحبك ما رح أحبسك، ويمكن اكتفي بس بتنفيذ الاتفاق اللي كان بيناتنا، واللي أول شرط آخر الرضا، مو هيك يا أبو حمدي؟ هيك يا مولانا هيك. مولانا رئيس المخفر برا بيطلب الإذن بالدخول. عال اجابته، خليه يدخل. امرك مولانا. السلام على مولانا القائم مقام. وعليكم السلام. يخرب بيتك شو انت هون؟ لك شو جاي تكمل تمليك علي؟ شو الموضوع يا ابو تيسير؟ يا مولانا، هذا الرجل اجى لعندي على المخفر، قال انه انا قاطع المي عن بستانه وما برجع له المي لحتى يعطيني عشر أصماليات ذهبية. يا مولانا هذا بده يلطخ سمعتي ويسود صفحتي قدامكم. طمن يا أبو تيسير، أنت ما حدا بيقدر يلطخ سمعتك أو يسود صفحتك قدامنا. أنت سمعتك عنا مثل المسك وصفحتك أبيض من البياض. الله يخلي لنا إياكم يا مولانا ويقدرنا على خدمتكم وخدمة أهل الضيعة الدراويش. نحن أدرينا بموضوعك مع أبو حمدي، لهيك جبنا لعنا مشان نحقق معه. دريتو؟ معقولة مولانا دريتو؟ أنا لسه ما حكيت القصة لحدا. فعلا يا مولانا أنتو ما بتخفى عليكم خافية. إيه معلوم معلوم. وطالما دريتو بالقصة يا مولانا، فأنا بدي تاخذ لي حقي من هالإنسان المفتري هاد يلي حاول يهين كرامتي، ولذلك أنا بدي شرفيتي يا مولانا. وقديش بدك شرفيتك؟ بدي البستان يا مولانا. لا ان شاء الله دخيلكم يا سيدي، كل شيء الا البستان. خذ روحي يا سيدي الله يخليك، بس البستان تكون يا سيدي. لا تخاف لا تخاف، انا ما راح اخذ البستان منك بلاش،
صحيح انت حاولت تأذيني وتضرني، بس انا بدي اكون احسن منك. انا رح اعطيك حقه 100 عصبة لي. وهيك يا ابو حمدي بيكون ابو تيسير ما خلى حدا يعتب عليه. هلا بتروح انت وياه على المخفر، بيدفع لك 100 عصبة لي وانت بتتنازل له على البستان. يلا الله معكم. وعلينا وطير. شهود حبيبي. ايوه برافو عليك. تفضل حبيبي. وهي توقيع الشهود اعطيه لابو تيسير. تفضل ابو حمدي. تعا ابو حمدي تعا وقع لي على هالتنازل عن الارض. لك شباك اضحكوا. يلا حبيبي وقع لي هون الشهود. لك يسلموا. وهي البيت عصبة لي. تفضلوا مولانا، هذا تنازل أبو حمدي عن البستان إلي، وكمان عندك تنازلي عن البستان إلك، وكل شي صار مثل ما بتأمره بالضبط. سيدي عفارم. عفارم عليك يا أبو تيسير، أنت فعلا رجل ذكي ونشيط ومخلص، وأنا رضيان عنك كل الرضا. رضاكم يا مولانا هو أقصى مكافأة بطمح لها أنا.